بايجاز اريد نوضح ما هي الورقه البيضاء تحديدا التي تبنتها الحكومه اريد نوضح كل تفاصيلها لان وضعها مبهم للمواطن الكريم سيدي اولا شكرا جزيلا على الاستضافه وخصوصا بدايه العوده حياك الله المساله المطروحه هي لاول مره حكومه تنظر الى وضعية الاقتصاد مسألة تاريخية تحليلية طيب. واختيار الحلول م. أو اقتراح الحلول الآنية والمتوسط مدى وبعيدة المدى م. والمفروض أنه حسب الورقة البيضاء أنه تنفذ خلال ثلاث سنوات طيب. المسألة الأساسية اللي طرحت فيها أنه تشخيص للمشاكل في سوء الإدارة م. وزيادة النفقات إلى درجة كبيرة جداً مهدد. وهذا هذه هي المساله الاساسيه للمشكله الاقتصاديه في العراق زين ولذلك هي اقترحت م. انه في البدايه يجب تخفيض النفقات الى درجه كبيره جدا م. في كل أنواع بما فيها الرواتب ولكن عدم المساس برواتب ذوي الدخل المحدود وانما المتقاعدين يعني المتقاعدين مثلا المتقاعدين م. لغايه مثلا اعلى راتب المتقاعد لازم يكون اقصى شيء خمسة مليون مو اكثر مثلا اللي مليون مليون ونص فما دون هذا بالعكس يعني اللي راتبه 500 و600 و700 المفروض انه تزيد البقيه يجب اعاده النظر فيها. طيب وهذه مساله اعاده هيكله نظام الرواتب هذه مساله مهمه جدا. أه